يحرم بقي معنا في الطهارة من عليه حدث أصغر، يحرم عليه إيش؟ يحرم عليه الصلاة ومس المصحف على قول، وإيش آخر؟ والطواف. إذن من عليه حدث أصغر عنده ثلاث أشياء: الصلاة ما يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف على قول، خلاص تمام. ومن عليه حدث أكبر يزيد على هذه الثلاثة بأن لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء، إذا أراد أن يلبث في المسجد وعليه جنابة يتوضأ، خلاص فقط. نعم، وتزيد الحائض على هذه الخمس أشياء أنها لا توطأ ولا تطلق وإيش ها ولا تصوم، صحيح أو لا إخوانا؟ خليكم معي، لا توطأ ولا تطلق ولا لا تصلي يا رجل، ذكرنا أول شيء يا أخي، تزيد على هذه الخمس الباب الأولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهمتم الآن؟ نعيد من جديد، نعيد من جديد، اصبر. من عليه حدث أصغر لا يصلي ولا يطوف ولا يمس القرآن على قول، ومن عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء، خمسة الآن صح؟ الحائض تزيد على هذه الخمسة أنها لا توطأ ولا تطلق ولا تصوم. ويقول شيخ الإسلام، الحين عندنا ثمانية الآن للمرأة الحائض، يقول شيخ الإسلام لم يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن شيء، تقرأ، مفهوم؟ أصبحت الحائض كم لها الآن؟ كانت ثمانية ومع قلم شيخ الإسلام أصبحت سبعة، مفهوم؟ طيب نعم.